الحمد لله الكبائر والصغائر كلها جرائم في حق الله سبحانه وتعالى لأن فعل الكبيرة وفعل الصغيرة كلاهما مخالفة لله سبحانه وتعالى لذلك بعض العلماء يقول انه لا صغائر وكل الذنوب كبائر ونظروا في ذلك إلى أنها مخالفة لله سبحانه وتعالى سواء صغيرة أو كبيرة أن تخالف الله عز وجل فيها وذهب جمهور العلماء انه ثم فرق بين الكبائر والصغائر، والله عز وجل هو الذي فرق. سبحانه وتعالى بين هذا وهذا، ولا يعني ذلك ان الانسان يفعل الصغائر، لانها جرائم في حق الله سبحانه وتعالى، لذلك بعض العلماء ايش يقول؟ يقول ان الاصرار على الصغائر يصيرها كبائر. لماذا؟ قالوا ليس من اجل الفعل فعل الصغيره، لا هو يبقى صغيره ولكن اصرارك ومداومتك على هذا الفعل يصيرها كبيره، لماذا؟ لانك لانك مصر على مخالفه الله سبحانه وتعالى. هذا الذي جعلها كبيره. لذلك الله عز وجل فتح باب الاستغفار ل ان يستغفر الانسان فيغفر الله عز وجل هذه هذه الصغائر. العمره الى العمره الصلاه الى الصلاه رمضان الى رمضان كل هذا مكفر للصغائر اجتناب الكبائر كذلك مكفر للصغائر كيف نعرف ان هذه المعصيه كبيره وان هذه المعصيه صغيره ولا يعني ذلك يعني هذا التفريق انك تفعل الصغائر وتجتنب الكبائر الكل في حق الله عز وجل عظيم. ولكن تتفاوت لان الله عز وجل هو الذي فرق بينهما. قال العلماء: الضابط في ذلك ان الكبيره هي ما جعل الله فيها حد في الدنيا او وعيد في الاخره. انظر لكل فعل، لكل فعل نهاك الله عز وجل عنه. اذا رتب الله عز وجل على هذا الفعل حد في الدنيا فاعرف انه كبيره واذا رتب وعيد في الاخره توعدك في الاخره فاعرف انه كبيره مثال الحد في الدنيا السرقه الله عز وجل رتب عليها حد في الدنيا قطع اليد اذا هي كبيره والسرقه التي هي معروفه بالحد الذي حده العلماء آه الزنا كبيره لأن في حد في الدنيا سواء للبكر أو المحصن المتزوج الله عز وجل جعل الرجم إلى الموت للمتزوج والجلد مئة جلدة للبكر إذن هي كبيرة ومثل الكبائر التي جعلها الله سبحانه وتعالى أي جعل فيها حد في الدنيا قذف المحصنات قذف المحصنات كبيره والله عز وجل جعل فيها حد في الدنيا أن يجلد ثمانين جلدة إذن كبيرة طيب الآن عرفنا كل ما جعل أو رتب الله عز وجل عليه حد في الدنيا فهو كبيرة قال العلماء أو وعيد في الآخرة ما في حد في الدنيا لكن هناك وعيد في الآخرة مثل النميمة الله توعد النمام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. النميمة هو نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد. إذا هي كبيرة. مثل كذلك يعني الكبائر أن الله عز وجل توعده بالغضب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. ولعنه وعد له عذابا عظيما الغضب واللعن كبير اللعن الله عز وجل جاء في النصوص أن الله عز وجل يلعن صاحب هذا الفعل أو النبي صلى الله عليه الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة أي عند المصيبة وقال لعن الله من لعن والديه لعن الله من غير منار الأرض هذه كبائر لأن الله عز وجل لأن اللعن طرد من رحمة الله عز وجل. لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله المتشبهات بالرجال أو المتشبهات من النساء بالرجال والعكس أو كما قال عليه الصلاة والسلام كل هذه كبائر عظام عند الله سبحانه وتعالى الفرار يوم من الزحف، عقوق الوالدين، كل هذه كبائر، ما في أحد في الدنيا ما رتب الله عز وجل عليه حد في الدنيا ولكن توعد الله عز وجل فاعل هذه الكبيرة عنده في الآخرة سبحانه وتعالى إذا كبار فهذا الضابط إذا نسأل وأن تجيب كل ما نهى الله عز وجل عنه بهذا الضابط تعرف أنك فعلت الكبيرة أو أنك فعلت الصغيرة ومثل ما سبق لا يعني هذا أنك تفعل الصغار الكذب كبيره ولا صغيره؟ على الضابط، هل فيه حد في الدنيا؟ لا ليس فيه حد في الدنيا، ننتقل. هل فيه وعيد في الاخره؟ نعم فيه وعيد في الاخره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، اذا وعيد في النار، لذلك جماهير العلماء على ان الكذب من الكبائر، وهكذا في جميع الذنوب. جميع الذنوب وفي كلام لابن عباس كلام يعني يقضي على مسألة هذا يعني ذنب أو ليس بذنب جاءه رجل فقال له يا ابن عباس يا ابن عباس الغناء سأله عن الغناء قال هل الغناء يعني حرام أم حلال يا أخوان هذه قاعدة خذوها كذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح سائر المسلمين اللهم أمين ويفقهم لما يحب يا الله فقال أنا هذا على على ذاكرتي طبعا أنا قاعد أتكلم على ذاكرتي فقال أرأيت إن جاء الغناء يوم القيامة أيأتي مع الحق أم مع الباطل في شيء ثالث ما في شيء ثالث أم كل كل الأعمال كل الأعمال اللي عملتها في الدنيا إما أن تأتي مع الحق وإما أن تأتي مع الباطل ما في شيء ثالث ما في شيء وسط فقال مع الباطل قال أفتيت نفسك خلاص انتهت أفتيت نفسك أنت أفتيت نفسك إذا قس على ذلك شرب الزقاير يوم القيامة يوم القيامة شرب الزقاير الدخان الآن يوم القيامة يأتي مع الحق أم مع الباطل إذا قلت مع الحق أنت مكابر لأن الأمر واضح عند الجميع إذا يأتي مع الباطل وقس على ذلك لذلك كل الذنوب أمرها عظيم يا أخوان وعليكم بكثرة الاستغفار عليكم بكثرة الاستغفار فإن الله يتوب على من تاب والله عز وجل يقبل الاستغفار وهذا من كبير فضله ونعمته على أهل الإسلام انه جعل في مقابل هذه المعاصي مكفرات سبحانه وتعالى وفق الله الجميع لمرضاته والحمد لله رب العالمين